أخبار اليوم. جامعة مصرية خاصة عملت، فدي أول منحة من التعليم العالي للجامعة المصرية تقديرا للعيد العشر بتاعها ولجدية الناس اللي اشتغلوا. دكتور، على الجانب التعليمي والجانب الثقافي شفنا احنا دلوقتي الحفلة ومرور 10 سنوات على الجامعة، لكن على الجانب السياسي كيف ترى وضع العلاقة بين مصر وروسيا في الفترة الحالية؟ أنا يمكن نويت في الكلمة بتاعة السيد الوزير اللي أنا كنت ألقيها يعني، إن العلاقة التاريخية بين مصر والاتحاد السوفيتي ممثلا في روسيا للتحرير النهارده دي علاقة ملهاش مسير خلال الستينات والسبعينات، وأنا كنت أحد الذين حاربوا في 73، كان معايا هو وتعلمت وحققنا نصر على السلاح الروسي وبالتكنولوجيا الروسية، وأنا عايز أقول إن ده دور نعتز به اللي عملوه في السد العالي والتصنيع في مصر والصناعة في مصر في الستينات والسبعينات، ما زلنا عايشين عليه حتى الآن. اللي نويت إليه وما زلت بنوه إليه إن أنا كنت في روسيا في يوم 29 و30 يونيو، اللي هو تصور الشعب المصري في 30 يونيو. أنا لا أتصور شعب في العالم فرح الشعب المصري بفرحة الشعب الروسي، وأنا كنت هناك رئيس مؤتمر في ذلك الوقت، وأنا لا تتخيل جموع العلماء والشعب الروسي وهم بيشوفوا على التلفزيون الصور المصرية والتشجيع والتأييد من الشعب والمسؤولين للشعب المصري وحبهم لمصر بلا حدود، وتمثل ذلك في دعم رئيس بوتين لزيارته لمصر بعد الثورة، ولدعم مصر عسكريا، ولدعم مصر في محطة الطاقة النووية اللي احنا شايفينها النهارده، اللي ان شاء الله في خلال 3 سنين أو 4 سنوات تعوض النقص اللي احنا محتاجينه في الكهرباء وخلافه وتحلية مياه البحر عشان نزرع الساحل الشمالي ده كله. انا عايز اقول ان العلاقات التاريخيه النهارده بتتجدد في صوره بوتين السيسي.